انت عارف هو صديق عمر بالظبط يعني، بعيدا عن ان هو المدير الفني لنادي الاهلي في الوقت ده، وكان عمل اعجازات وحاجات كتيره جدا، ولكن هو صديقنا يعني. يعني انت بتكلمه، انا بكلمه لغايه الاسبوع اللي فات بكلمه. فلما قعدت معاه بعد ما مشيت من النادي الاهلي، شرح لي وجهه نظره، قال لي اسلام والله في كذا وكذا، انا كنت، وقال لي ان هو كان، وقال هنا في قناه النادي الاهلي ان هو كان غلطان ان هو ان انا مشيت، لكن شرح لي وجهه نظره ان انا كنت ابتديت اتصاب كتير، وان انا كبرت في السن، وان انا ما بقتش ادي يعني. اداني ثلاث اربع اسباب، قال لي انا فوجئت ان انت مش كده خالص لما لعبت انا مع حرس الحدود لو تفتكر بعد كده. ما قعدتش مع كابتن حسام بعد ما بطلت يا متعب؟ قابلته صدفه في احد ال، انا ابقى من جوايا عندي فضول كبير قوي ان انا اساله. قابلته صدفه في احد الاماكن. لا ما كانش عارف حاجه، كان معايا بناتي ومعايا مراتي، فما سلم عليا وسلمت عليه وقال لي بقى تعالى النادي عايز اشوفك. لما رجعت من التعاون قلت له ربنا يسهل. طبعا ما رحتش. لا كان لسه مدير فني يعني. كان لسه مدير فني ما رحتش. لا طبعا لا انا بتكلم في بعد كده، ما شفتوش خالص. لا ما شفتوش. ما حاولتش تكلمه وتقول له كابتن حسام انت ليه عملت كده خلاص كل حاجه انتهت وانا بطلت. انا 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 ما عنديش مشكله ان انا اقابله واتكلم معاه، لكن هو عارف في فرق يا كابتن اسلام لما المدير الفني يبقى ما بيلعبكش لوجهه نظر فنيه، وفرق ان المدير الفني بيحاول ياذيك. ليه؟ طب بيحاول ياذيك؟ هو مش عايزني موجود، فعايز يخلي شكلي وحش. مش عارف مش عايزك تبقى موجود خالص لسبب ايه؟ مش عارف يعني. خلي بالك انت، خلينا واقعيين. طب انا هتكلم معاك بواقعيه. 80 90 الف اللي بيبقوا موجودين في الاستاد ساعتها كلهم عايزين متعب. طيب. محدش هيقول لا. انا لو نزلت وما جبتش جوان 10 سنين قدام هو كابتن حسام طول عمره وجهه نظره في المهاجم انه لازم يبقى مهاجم هجام وعداء وما بيحبش اللعيبه. هو كنت نمره واحد في النادي الاهلي. اقول لك بس كنت نمره واحد في منتخب مصر. ما بيحبش اللعيبه الكبيره طول عمره، ده واضح. وانت عارف الكلام ده كويس، ومش مش مستخبي على حد. حصل مع ابو تريكه وائل جمعه 2008، وحصل بعد كده مع بركات ومحمد شوقي ومعايا وحسام غالي، وكان شريف اكرامي في الفتره اللي جايه. يعني كابتن حسام هو ما بيحبش، بيحب اللعيبه الصغيره. يعني لو خدت بالك 2008 كان في مين؟ شهاب وشكري هتلاقي هو مش تقليل من اللعيبه، لعيبه مميزه، لكن هو بيحب اللعيبه الصغيره. هتلاقي بعد كده كريم، تقصد مدرسته مدرسه اللاعبين الصغيرين، اللعيبه الصغيره، اللعيبه اللي يقدر يسيطر عليها، اللعيبه اللي بيبقى مجهودها قوي جدا في الملعب. مع ان في اوقات كتيره جدا ممكن يبقى مجهودي اقل من لعيب، لكن فايدتي في الملعب اكتر منه 100 يعني مره. النقطه كلها، احنا مثلا هاجي لك في قصه الوداد مثلا، مباراه الوداد في نهائي افريقيا، احنا لعبنا المباراه الاولانيه هنا، لعبت 4 دقايق او 5 دقايق، وكنا محتاجين ان احنا نكسب. لو انا مش قادر العب، طب ليه لعبت هناك 25 دقيقه؟ يعني يعني لو انا لو انا مكسح لو انا مكسح مثلا، ما انا بقول لك لو انا شخص مكسح كده مش قادر اجري وعلى كرسي بعجل، ليه لعبت هناك 25 دقيقه؟ ده بالعكس، ده هنا اسهل من هناك، على الاقل هنا بنهاجم، وعلى الاقل كنا بندافع والمساحات طويله. مخسرين ومحتاجين نكسب. طب بس هنا في مصر احنا كنا محتاجين نكسب. والمبدا لو موجود ان انا مش قادر العب، والمبدا هيبقى واحد. هلعب هناك 10 دقايق زي ما بلعب هنا ال 10 دقايق. هي الفكره كلها ان الموضوع هو كاره وجود الكابتن حسام، يعني كاره وجود عماد متعب في ما هو ما كانش حابب ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي خالص. ولا حتى نفس القصه مع حسام غالي، ولا حسام غالي، عشان بس الامور تبقى واضحه. ما انا لسه كنت عايز اقول لك، بس انا عشت مع، يعني عشنا بس حسام كان بيلعب يعني عشنا مع بيلعب يعني باي طريقه. عشنا مع بعض ايام كتير، وكان الكابتن حسام مدير كوره، وكان له قرار في الوقت ده كمان، يعني قرار كان طبعا مانويل جوزيه، ما كابتن مستر مانويل ما بيسيبش حد في الناحيه الفنيه، ولكن هو مدير الكوره كان له القرار المهم في النواحي الاداريه. وكان دايما كابتن حسام كان لا يعني بيحب متعب لما في اعداد خاصه، ده اللي مجنني بقى، في قعدات لوحدنا مثلا انا وهو مثلا قاعدين بنتكلم، يقول لي لا ده متعب، ده اللي مجنني جامد قوي وبتاع، ده اللي مجنني انا، ده اللي مجنني يعني. دي الحاجه اللي كانت مخلياني انا مش فاهم. انا حسام ده انت اللي مربيني بمراحل الناشئين، ده انت خدتني من ايدي وديتني لكابتن صالح سليم الله يرحمه، قلت له ده هيبقى مهاجم مصر الاول. ايه ده فعلا؟ والله الناشئين كان مدربي في الناشئين هو كابتن اسامه عرابي وكابتن احمد ناجي، وخدني ووداني لكابتن صالح سليم الله يرحمه، وقال له عماد ده خد بالك يا كابتن صالح، عماد ده هيبقى من مهاجمين النادي الاهلي ومهاجم جيد. والحمد لله ربنا كرمني، اتمرنت معاه حتى لما طلعت الفريق الاول، كان مستر مانويل جوزيه وكان كابتن حسام بدري موجود سنوات طويله معاه، حتى لما كان هو مدير فني. عارف المبادئ بقى، لما عارف، بص اصل انا معاش كابتن حسام من سنين طويله، فانت ما ينفعش تقول لي حاجات انا مش هقتنع بيها. يعني انت لما كنت اغيب يوم من التمرين عشان عيان او ايا كان، انا جت عليا وقت كنت بقول عيان عشان اطلع بره السكور بسبب، والله ما بهزر، انا كنت اخد حقنه في ركبتي
علشان يبقى خروجي من السكور ان انا واخد حقنه كفايه. يعني الصوره دي قصدك متعب تاني؟ الصوره دي كنت في كان في النادي الاهلي مدينه نصر، فتعبت من القصه يعني. انا في ماتش الاتحاد الليبي يا كابتن اسلام، عشان بس فكره ان موجود في التمرين او مش، انا قعدت في المانيا 12 يوم ورجعت قبل مباراه الاتحاد الليبي بثلاث ايام ولعبت وجبت ولعبت. فدلوقتي لازم انت تتمرن وتمرن صبح وبعد. بالعكس ده اللعيب لما بيكبر في السن لازم تمرينه يقل، ما تمرينه ما يزيدش على فكره. يعني التمرين يقل والماتشات هي اللي تزيد. لكن لما التمرين يزيد والماتشات تقل ده خالص ده ما بيبقاش موجود. التلاكيك بقى بطرق، والله العظيم انا وصلت لمرحله بقيت مكسوف من عيالي. كنت باخد اللبس بتاعي ونازل لبس المعسكر، عمري ما تخيلت في يوم من الايام ان انا اروح ابص على الورقه واطلع بره السكور. الاقي نفسي بره السكور، اروح واخد لبسي ومروح. ارجع تاني ماتش تاني بره السكور، بدات اجيب لبسي، اجيب لبس خروج واحط لبسي في العربيه. والله انت متخيل بقف عارف يعني لما اقف على بعد التمرين ابص على اشوف اسمي في المكتوب. بس خلي بالك كلنا كنا بنقف ايام مستر مانو بهزار عشان نشوف مين اللي بره. احنا بنقف عشان نشوف مين اللي بره نتريق عليه. كلنا كنا بنبقى مستنيين الورقه يا جماعه. والله الورقه دي كابتن سعيد كان يحطها بالزبط. وتلاقي طابور واقف اولنا يعني متركه ومتعب وبركات كل الناس. مع بص خد بالك انا بقول لك المره مليون، لما تقعد احتياطي لاسباب فنيه مفيش مشكله، غير لما تقعد احتياطي لاسباب شخصيه. هي دي المشكله بالنسبه لي. بس انا مش شايف اي اسباب شخصيه. ما انا ما اعرفش انا يعني انا والله كنت يعني وبقى المشكله كلها ان هو طلع واحد تبعه يعني في احد البرامج قال لك اصل عماد ما كانش بيلعب مع اللي قبلنا واللي قبلنا. فطبعا هو لازم يقول كده لان هو معاه في كل حته فلازم يقول كده يعني. فانا مش عارف هو بيقول كده على اي اساس، ومش عارف هو ايه دوره اصلا، ويعني وتبقى كارثه ان هو واحد يعني زي ده يطلع يتكلم على عماد متعب. مش انا